سألت السؤال ده لأستاذة أم كلثوم، أستاذة هدى، قلت لها أنتوا ليه يعني هم مؤخرا بس ابتدوا يفكروا في موضوع الكتاب، إنما قبل كده ما كتبتوش ليه؟ فكان ردها واضح، قالت لي إحنا طول عمرنا خايفين ننتفع من والدنا، إنه إحنا يتقال إن إحنا يعني عايزين نتكلم عنه عشان إحنا نستفيد حاجة. وأعتقد إن دي حساسية مفرطة يا أستاذة هدى. لا، أصل الحقيقة في كلام كتير اتقال عنه في حاجات كتيرة، يعني هكتب إيه زيادة؟ يعني أنا بس كنت عايزة أوضح اللي أنت تعرفيه. أستاذة هدى، يعني كم واحد في مصر مثلا يعرف إنه نجيب محفوظ كان بيعزف قانون باحتراف؟ كم واحد في مصر عنده الصور الشخصية دي؟ كم واحد في مصر عنده المقتنيات العظيمة؟ حضرتك عارفة لو دي تتحط في كتاب، يعني أنا يعني علاقتي بأي قيمة في الحياة بعيدة عن القيمة المادية. نجيب محفوظ بالنسبة لنا هو قيمة إنسانية وأدبية ووطنية، إنما كمان لما الحاجات دي تتحط في كتب دي حاجات مهمة جدا. أنتوا ما عملتوش ده يا أستاذة هدى، مش بتهمك بس بقولك إن أنتوا تقدروا تعملوا حاجات كتيرة جدا مش في إيد أي حد تاني يعملها إلا أنتوا. بس أصفات إن كانت ناوية تعمل الحاجات دي، الله يرحمها، هي اتوفت ما كانش عمرها سنها زي ما تقال في الصحافة، كانت أصغر من كان بقالها 6 أو 7 سنين مريضة. بيتهيألي إنه على كاهلك أو على ثقتك أستاذة هدى إنك يعني تكملي الفكرة دي، وإن أنت تحولي حاجات كتيرة من مقتنيات نجيب محفوظ إلى كتاب. وأنا أتمنى أن الوزارة تعمل المتحف والحاجات دي تتعرض في المتحف، يعني أتمنى أنه دي الأمنية اللي عند ناس كتيرة، بس ما عرفش ليه متعطلة، يعني أمنية جملي بقالهم سنين كتيرة ولحد دلوقتي المتحف ما تمش للأسف.